مهند شوفي، انت كذبت علي، قلت لي ما عم تشوفها. عن شو عم تحكي؟ كذاب، لساتك مع هذيك الست مو هيك؟ نيهان انت خدعتني، ما اغباني. اسمعيني، ما بدي اسمعك، انا بكرهك كثير. بكرهك كثير. شو صاير؟ في ناس عم تلاحقني حتى تخرب علاقتنا، بس بحلف لك انا مالي اي ذنب. ورجيني كمان اخ منك يا مهند. نهال، نهال لا تجي. نهال، نهال بعد اذا بتريد تسمعيني. ترك لبسام بسبب هديك البنت، صار اللي خايفة منه ما بيتعلم. يا نهال إذا بتريدوا تركوني. نهال لا تعملي هيك. نهال خليني أشرح لك. بعد هالعملة ما بعرف شو اللي بدي أشرح لها. نهال، نهال وقفي خليني أشرح لك. الله يخليك اسمعيني شوي، طولي بالك. نهال لو سمحت. كذبت علي وفوق خنتني. لا لا بحلف لك والله ما خنتك، ممكن تسمعيني خلص شوي. خلص تركني. عدنان بسرعة بسرعة. كمان عطى فرصة ورقة للعالم شان تلعب فيها، يا حرام عليه. ماما. خرب كل شيء، ما كان لازم يعمل هالشي بنوب. انتي لا تتدخلي ولا تكبري القصة لو سمحتي. هذا الشي مستحيل، كنت متوقعة هالشي من الأول. هذا ما بيعني انه في شي بيناتنا، صدقيني شفنا بعضنا بعد سنين. والله رحت على بيتها بس مشان اخد صوري. هلأ برأيك ليش اتصلت فيه بعد كل هالسنين؟ ليش نشروا خبر عنا بهالسرعة؟ اكيد في ناس نيتها سيئة، كل شي واضح. اكيد كل شي صار واضح، في نية مو طيبة أبداً أبداً. اسمعي نهال. نهال ما إلي أي ذنب بهالموضوع. نهال إذا بتريد افتح الباب. إذا بتريد اتركوني لحالي. ما صار اللي كاتبينه. كفي. نهال افتحي الباب يا بنتي. ارتكبت خطأ كبير بروحتي على بيتها، والله رحت بس مشان أخذ صوري. طبعا كلامي مو مقنع بنوب، بس صدقوني هذا اللي صار وما في شي تاني بنوب. لا بقى تكذب علينا مهند. نهال حبيبتي افتحي الباب إذا بتريدي. إذا بتريدوا روحوا من هون، حابة ضل وحدي شوي. أنا ما عملت شي بيزعجها يا عمي، صدقني ما عملت شي. نهال حبيبتي إذا بتريدي افتحي الباب، خايفة صار لها شي جوا. نهال بابا بترجاكم روحوا من هون. ممكن تفتحي الباب؟ على قليل افتحي لي، إلي ما رح حدا يفوت غيري. نهال، نهال بترجاكي افتحي وخلينا نحكي. روح من هون، روح. خلاص مهند روح. قلت لك يا عمي انا مالي اي ذنب بهالموضوع. ليش رحت على بيتها حتى لو بدك تحكي معها؟ طالما خايف كثير تزعل نهال منك، ليش عم تعطي مثل هيك فرصه للي حواليك؟ ما بتعرف انه كله عيون الناس علينا؟ وشو اللي صار؟ نشروا الخبر بالصفحه الاولى كمان، هيك صار منيح. انبسطت هلا؟ الحق معك، بس لا تبسبس قدامي بنوب. بدك تنتبه على تصرفاتك، واحد بده يتزوج بعد شهر، شو له شغل بيت حبيبته القديمه؟ نهال افتحي الباب يا بابا. نهال مهند راح، افتحي الباب بقى. الوضع ما رح يتصلح، ما عاد في رجعة بنوب. مهند لا تقلي لي شي ولا تسأليني شي. طبعا ما في عنده جواب للي عمله.
خلينا نروح من هون يا فيروز، في مشكلة عائلية وإذا رحنا بكون أحسن. مالي حابب أزعجهم أكثر بوجودي هون. معقول هالشي؟ أنت كمان من العيلة يا تحسين؟ أكيد وجودي غير محبس بوجود هيك مشاكل. خلينا نروح. بالعكس، يمكن عدنان بيك هلأ بحاجتك. هلأ الكل متفاجئين ومعصبين، لازم نلهي لعدنان بيك ونهدي باله شوي. بعدين مو حلوة مشان إنعام خان، ومنحمل حالنا ونمشي. خلاص بابا. انت بتعرفي منيح انه اغلب اللي بينشروه مو صحيح. شو صار اذا صوروهن؟ يعني ما بيصير هالشي؟ الانسان ما في يلتقي مع صديقه ويحكي معه. بابا سهي حبيبته القديمه، اول حب له، بعرف هالشي وبعرفها للبنت. كان بيحبها كتير، كان بيحبها، حتى تركها لبيسام مشانها. سمر حكت لي هالشي. مر اسمها بحديثنا، بس ما كنت بعرف انه موضوع سهى لساته قائم. يلا قومي اغسلي وشك حبيبتي. ما بدي. ما في شيء اسمه نهاية العالم، لا تعملي هيك. ما سمعتي لمهند ابدا؟ هو قال لي ما عم يشوف ابدا بابا، كذب علي. فكر انه بدك تعصبي مشان هيك ما خبرك. يعني خبى هالشي بس مشان ما تزعلي على شيء فاضي يا نهال، حتى اعترف بغلطه وكتير ندمان. وانا كمان كتير ندمان لاني صدقته. انتهى كل شي بيناتنا، انهزت ثقتها فيه. ما في يصدق اي كلمه بيقولها، ما عاد بدي اياه، صرت بكرهه. ماشي، اذا ما بدك تنهي كل شي وما بتتزوجي، بس اسمعي وفكري منيح. ما بيصير تشيل الخاتم من اصبعك وتزديه قدامه. اذا من البدايه بتتعاملوا مع بعضكم هيك ما بتستمروا. بعرف. Thank you.